منتخب الأردن. قابوس. منتخب الأردن. قابوس. من واحد. واحد اثنين الكبسة راحت فين؟ واحد اثنين اجى عندك ابو رمان وابو زيد حبوا يحطوا علم في نص المحل. تفضل يا عبد الله. عبد شو هو؟ ابو رمان يا قلبي يا قلبي حرك لي بالله يا قلبي في اوردرات غلط شايفك معلم يلا حرك يا بيبو يا اخر يوم لا استمر في غطرسه جوا المحل فوقي الكيك كله مشي 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 يا راما تعال 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 لحظه ايش الكيك بيخلص هذا الكيك بده يخلص سيزون الكيك بده يخلص هذا اللي بحبه عابدين يا حبيبي بدك تداومي الضيوف هاي عابدين سامحنا الشهر الحرام بيعلنا كيك انا رح طلع براوي تصريح خطير من الاستاذ مامون ابو رمان مامون تفضل باذن الله احنا وعلم على كلامي وعلم على كلامي على الوجوه الطيبه هاي الوجوه الطيبه اي الوجوه الطيبه اسمع 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 باذن الله منتخبنا ربك ميسر له راح يوصل لكاس العالم مليون بالميه واحد دعاء الحجه دعاء الشعب الطيب المعطاء حس الشعب مش طيب كثير صراحه يعني فيها هاي قلبي هاي يعني هاي جتني انزل سناشات ما اروح انستغرام مثلا يعني مش طيب وباذن الله راح نوصل كاس العالم واحنا ما راح نوصل هو راح يجينا تمام ركز نلعب مباراه اولى وثانيه واحتماليه نلعب الثالثه هسه هيك احنا مجرد بنخلي كاس العالم تلعب ثلاثه اجباري تلعب ثلاثه اخوي انت مش فاهم قصدي انه يعني مش في اول شيء اللي بروح من اول مره احنا ما راح نروح راح نفوت على اللي بعده اللي هو في 16 في ربع النهائي اخوي مجموعات هتلعب ثلاثه اجباري اوكي راح نلعب مجموعات ونفوت على 16 انا حكيت اول مباراه بدي تحضر المباراه والله هاي امبارح من لما وصلوا نص النهائي مع العراق صراحه تشجعت تهريب من فوت تهريب متوقع الحجاج الأردنية معهم تصريح راح يروحوا كمان مع اللي معهم مش تصريح يا أخوي بيدمرك بيدمرك هو يجيب لك بيتزا لأنك خصمة هذه فيتامين أهداف مو بفيتامين أهداف هذا فيتامين ها؟ بالله أنت الحين قاعد تجيب له بيتزا عشان يوافق معنا المشكلة مارد قاعد يطلب لك ترى بي شف يا حبيبي ترى والله يا زط عدوك أحذره احذر هذا عدوك ترى في المباراه هذه فيتامين قال فيتامين تبي ما ابي انا بلعب عندي تمرين بعد اسبوع اقعد اكل بيتزا كل يوم برجر و... وناتشوز وانام في السينما انا طالب تكون خارج السعوديه ليه افضل اجواء كذا احذر خليها في الكويت احذر قطر الكويت شوف بيوديك الكويت بتسمع ولا بلندن نلعب مباراه هناك أوه. كيف ماسك في شيء؟ مصر كل واحد على حسابه يا مصر؟ انت تبي تستانس ولا تبي تلعب؟ ها؟ ايه اوكي اوكي يلا لا لا لندن ايش رايك؟ والله قدام خلاص على حسابك ايه حسابي انا اوكي دبر عمري تروح تدبر عمرك؟ منصه هي دبر عمرك جاي يدبر عمرك قبل دبر عمري يكلم خمس مرات لندن تكلم حق الملعب انت عليك ما حد بيركبك طياره بلاش عليك هلا وسهلا وصل محورنا هلا ابو ابراهيم محمد نور ها لا خالد عزيز انت تشبه عاد انا اشبه لا شوف يسارك مهاجمنا الظاهر هذا مثل ما قال باخر شوف 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 محوري اعلم من هو محوري ها معليش عضو في تداخل من عضو الشرف لحظه صوت يا اخوان ليه
وقعت معه ولا فوضنا ولا مفاوض. هذا مين؟ هذا مين؟ عضو الشرعي، رئيس النادي. كان عقدي كوفين رئيس النادي ده. ايه والداعم ليه؟ هو يوقع العقود يا رجل. اخر والله يمكن ما يبي يقول بيلعب ثوب كيف. لا لا انت الحين قاعد تبي تسحبها مني، مالك شغل. اهدا يا كنو. وقع عقده. بدس مشارك ابشر بعزك. كم بغرقك فلوس كل يومين؟ بعطيك فلوس كل يومين بغرقك. اسمع انا بعطيك زياده وخذها. ما نفي العقود والعقود اللعيبه ورجع كذا. انت دي جي ولا هاكر لو وش الحين؟ كل شيء يا قلبي. ولا تخلص معامله كل شيء ممكن نشوف؟ لا معلش حبيبي. ها يا اخي الله يهديك يا اخي. البارح قاعد اتابع فيلم متشاخر. البارح عبود مركب على الصوت. ما مركب صوت. مركب صوت اخوك. هذه عويد كنت اخوك. اخر مره اتابع معك فيلم والله. هذا اخوك عبود. انت عوائد تركبون على الاصوات. ليش ليش تركبون على الاصوات يا اخي؟ افضل يا اخي اتق الله انت يا اخي. لحظه صورك مقطع بعدها وانت نايم. اي بس ما في شخار. في ايش شخار؟ لا ما في يا قلبي. كيف تنام طيب في السينما؟ يا اخي جاي من النوم اسوي. ليش جاي؟ يا اخي شفت السرير جمد وبطانيه. تخيلوا يا جماعه الخير ايش سوى؟ انا اول ما اشتغل فيلم قلب وجهه قال مع السلامه ورقد. اي والله ما قمت اليوم. قمت الساعه 5 الفجر. وش كنت افطرت في الافراح بعد؟ اي والله شغل مرتب يا ابو سعيد. اخر مره اتابع معك فيلم هذا قرار اتخذته امس. يا اخي شفت اني انا ما عاد اتابع فيلم مع مجموعه كبيره. جايبين لي امس 10 رايحين تمرين. ليش؟ والله كثيرين ما ادري عنهم والله. 10 جنب بعض كلنا نعرف بعض. 10 مره مستجرين للمكان كامل. كله اللاين كله 10. ليش يا اخي؟ 3 4 2 ليش 10؟ يعني لو كنا اثنين بتتابع يعني؟ والله اتابع يا شيخ. انقلع يا شيخ انقلع انقلع. بس ايش ابغى فيلم؟ ابغى فيلم مغاليث انا. ها؟ ابغى فيلم مغاليث. ايش هو؟ يعني رعب. ايش قلت قبل شوي؟ مغاليث. مغاليث مغاليث يعني رعب. ايه انا مغاليث. وين بلهجه ذي؟ حتى اللي شيء مغاليث هو. لا صدق والله ما اعرف والله اني اول مره اسمع. لا هذه حلوه والله. فيلم مغاليث رعب. كلمه مغاليث اي لهجه؟ هذه متداوله والله. متداوله ما ادري والله عاد. منين عرفت؟ منين عرفت شو نقول مغاليث؟ مغاليث مغاليث انا صدق اول مره اسمع. مغاليث يعني ذول اللي يجون. خلاص خليك انت تمثل يعني ما يحتاج. جاي تدفع مشاكل على العصر. يلا خلص امورك وعلى الملعب ان شاء الله. مباراة المنتخب ندعي اليوم وياك اتفقنا مع بعض. اول مره نتفق على شيء. ان شاء الله ما تقلب علي. ما ادري اشوفك شوي لابس شعار الاردن. ما ادري لا والله. لا والله نقوله عشان تقهرني بس. لا 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 الا المنتخب. الحمد لله اتفقنا انا وزطه على فريق واحد نشجع اليوم. الحمد لله منتخب السعود ولا غير.